استنادا إلى توجيهات السيد الأمين العام الأستاذ جبار ثجيل الحيدر المحترم، افتتح مركزنا هذا اليوم دورة النموذج الأوروبي وثيقة الحالة رقم 1، واشترك في هذه الدورة من كافة القيادات والمديريات والدوائر ممثلين عن هذه الدوائر. وتضمن هذه الدورة المعايير العامة والخاصة للقطاع العام ومن ضمنها وزارة الدفاع، ويتضمن منهاج هذه الدورة معايير القيادة والتخطيط الاستراتيجي إلى وإضافة إلى معايير أخرى.